الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، ونرفع أحر التعازي إلى مقام ولي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف وإليكم جميعا في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، ذلك الرجل الذي حمل راية الإسلام خفاقة بيديه ولم تنكس أبدا ولم يفعل شيء منذ أن ولد في الكعبة إلى أن استشهد في محراب بيت الله إلا ورأى الله قبله وفيه وبعده، ذلك هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأستهل كلمتي هذه بأبيات للشاعر إبراهيم محمد: سيدي يا أبا الحسن، ما مر يومك حين مت شهيدا إلا وجدد حزننا تجديدا، يا من تنزل من يمين العرش للدنيا وغادرها إليه حميدا، يا راعي الأيتام في عهد به كان اليتيم بعيشه محسودا، ما كنت أحسب أن يكون اليتم من بعض الأماني المستهلة عيدا، حتى بعثت أبا لكل مميز باليتم تمنحه الأب المفقودا، أمن التعقل أن تجف دموعنا ونبث للسلوى إليك قصيدا، أنت الأب المفقود للدين الذي غيبت عنه وكان بعد وليدا، يبكي وجبريل بكى لبكائه لما رآه وركنه مهدودا. فافلح من صلى على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. إخواني الأعزاء، تعودنا احنا نلتقي يعني معكم مرتين في العام، مرة في رمضان في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين، ومرة في محرم في ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين. والسبب هو أن كثير من الأخوة لا نراهم أثناء السنة، لكن حب أمير المؤمنين وحب الإمام الحسين يحملهم إلى مسجد أهل البيت ونراهم في هذا الجمع المبارك. وكذلك من الضروري جدا أن نحيط الجالية علما بما تجري بالأمور بمسجدكم هذا، بمكانكم هذا، أو بالمؤسسة بصورة عامة. وأيضا بالإضافة إلى هذا، الكثير من الأخوة غير موجودين بالمجموعات، يعني إحنا الآن المجموعات عندنا يمكن بمنطقة الشيعة الإسرائيلي حوالي 7 أو 8 مجموعات، كل مجموعة بها يمكن 150 إلى 200 نفر، بينما إحنا جاليتنا كقياس يعني حوالي على أقل التقديرات هي من 30 إلى 40 نفر. فمعناها كثير من الأخوة قد ما يصلهم الأخبار لما يجري في مراكزهم الإسلامية. فبعض الأشياء اللي أحب أوضحها بالنسبة للمؤسسة بصورة عامة وبالنسبة لمسجد أهل البيت بصورة خاصة. بالنسبة للبلاد، طبعاً إخوان إحنا نعيش في إستراليا، وإستراليا بطيئة جداً بقضية الرخص. يعني أنت فرضاً تيجي تقول لهم أنا هذا المكان بدي أسوي مسجد، يقول لك أوكي، جيب لنا التقرير الفلاني، جيب لنا الورق الفلاني، شوف لنا الإنجينير كذا، شوف لنا المدري شنو. على ما تجمع هاي الأوراق كلها يراد لك 5 أشهر 6 أشهر، على ما هم يطلعون عليه يراد لك 2 شهر 3 أشهر، على ما يقولوا لك بعد عندك نقص ريبورت أو ريبورتين يراد لك 3 أشهر. خلصت سنة، من تخلص سنة يقول لك أوكي موافقين، شو راح تبني؟ إنه يراد لك سنة ثانية حتى توضح له شو راح تبني، شنو المواد، ايش قد البعد، وين راح يصير، شنو المسافة، شنو السيفتي، شنو شنو. هذه يوم تاخذ لها سنة أخرى، هاي طبعا على أقل التقديرات وأقل الاحتمالات. احنا الحمد لله تدرون أنتم هذا المسجد هو مرخص وتم البناء به قانونا، والحمد لله اكتمل إن شاء الله. لكن احنا يعني نطمح أنه يعني في تطور دائم إن شاء الله تعالى. عندنا مثلا المغتسل الآن حصلنا أيضا على الرخصة، والحمد لله أيضا يعني سوينا دراسة للإكويبمنتس، المواد اللي نحتاجها للمغتسل، وسألنا بعض المختصين وبعض الشركات المسؤولة عن هذا الموضوع، وعندهم يسمونه مورتشري. إذا الإخوان شوية يهدون جزاهم الله خير، ما أطول عليكم، 5 دقائق بس، 5 دقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا صار نزيد عذرون، إذا صار نزيد عذرون، بس شوية إن شاء الله ما أطول عليكم، لأن شوية تخربوا بعض ما يقدرش. فوفرنا احنا اذا مثل ما تشوفون هنا يمكن المكان يعني السدية للمغتسل، وايضا سدية التكفين، وايضا عربة لحمل الالات لقضية يعني التغسيل تركيباته،
وايضا سوينا اوردر لثلاجه لشخصين، وهاي الثلاجه تجي ان شاء الله خلال 12 اسبوع، الان مر بها 3 اسابيع. وسوينا ايضا الفاينل بالمختصر ورتبنا الوضعيه ان شاء الله. بعد يعني ولو هو هذا الكلام ما تحب الناس تسمعه، بس ترى الموت هو الامر قررنا، يعني كلنا احنا معرضين للموت، ممكن يجينا باي لحظه. على الاقل احنا على اقل الاختبارات، اذا كان عندنا مختزل قد يكون مختزل ثاني ويكبر مكان ثاني، بس على الاقل من يجي الميت بالويك اند تجيبه هنا تحطه بين اهله بالمسجد، يمكن احسن ما يبقى بثلاجات مكان مثلا مسيحي مع احترامات الاخوه المسيحيين، او يبقى بثلاجات المستشفى، يبقى هنا عندنا بين اهله يمكن افضل. فهذا هو حق يعني، وان شاء الله سوي الاوردر لتابوتين للكبار وتابوت للاطفال ان شاء الله يعني قريبا. هذا بالنسبه للمختزل. بالنسبه للمكان الثاني، طبعا المكان تعرفون انتم جاريتنا في تنامي، وهذا التنامي يعني مستمر، والان جاريتنا كبيره، ويمكن الاخوه اللي يجون الى صلاه الجمعه لاحظوا في بعض الايام المسجد ما يكفي، يضطرون الاخوه ان يصلون بالباب، يعني شويه ايام يكرمون يم الاحذيه يعني. النساء ايضا يشكن من صغر المكان لكبر الجاريه، والناس تستخدم هذا المكان شويه يعني مريح ومرتب يعني، شوف الناس تحب انها تستخدمه، فيعني يكون حضور كثير خصوصا في محرم وفي المناسبات الكبيره. هذا المكان اللي وصلنا نعرض للبيع، اذا ما نشتريه احنا معناه يروح لغيرنا، واذا راح لغيرنا يجوز يجينا مشكله من الباب، هاي وين حطيت السياره؟ هاي شنو سويته؟ هاي الزباله، واحنا تدرون احنا هم عندنا شويه ترى نوعا ما عدم انتظام يعني. وهو فرصه بصراحه ومو غالي، يعني الان الاسعار شويه مناسبه بالنسبه للفاكتوريز. اذا تركه بعدين يجوز هذا حتى مليون ما نحصله. فحصلناه هو البزنس مالته البي بحيث يطلع مباشره 650. وقعنا العقد الحمد لله ودفعنا 10% الحمد لله. والان قدمنا على قرض من الناشونال بنك، الفالويشن اجى لاست فرايدي الجمعه اللي فاتت. وان شاء الله يعني خلال هالاسبوع هذا نعرف اذا اوكي، اذا قال لنا اوكي السيتلمنت راح يصير يعني خلال فتره قصيره جدا يعني خلال اسبوعين او ثلاثه، وناخذ ان شاء الله بالقرض مال البنك. بالنسبه للتبرعات، طبعا انا نعتذر يعني احنا من قد النداءات التبرعات، والله الله يسعد الجميع يعني صدق الله يسعد، وثقوا بالله العظيم احنا مرات نخجل من نودي اعلان التبرعات، بس مرات تحس انه انت واجبك شنو عاد تودي، حتى لو الناس تبكي، حتى لو الناس تبكي. يعني تصور مثلا من تجيك حاله يتيم طفل يموت ومحتاج لفد 4 ملايين، او تجيك مثلا امراه عندها يتامى وما عندها اي حد يقبل على يتامى، هاي مثلا اعتقل او فد شيء. يعني ما تودي الاعلان، اجاني تذمر انا يعني كتب تذمر لي يعني مباشره يعني خلال رسائل. بعض الناس تشوف هذا ازعاج، هذا هواي سؤال، هذا الحاح، وبعض الناس يقول لا والله هاي باب من ابواب رحمه الله سبحانه وتعالى فتحها لنا حتى نقدر احنا نقدم فد شيء الى اخرتنا. وكل واحد بقياساته، احنا نريد من الاخوه اللي ما يردون يتبرعون لا ينزعجون، الله يبارك فيكم ويعذرونا، والله العظيم يعذرونا، بس النداءات نوجهها مو للاخوه اللي ما يقدرون، مو للاخوه اللي امكانياتهم محدوده، اكو عندنا مثلا اخوان عندهم خير من الله، الله رازقهم هذول يقدرون، والله يا اخوان انا شخصيا لمستها بعض الحالات بس اخليها يتصل بي يقول لي ارفع الاعلان كله على رحمه الله. زين احنا نسيت هذا الباب مثلا من ابواب من ابواب رحمه الله لهؤلاء اللي هو يدعي بالليل بك يصير له فرج ويجي فرج على ابنه. يعني ما معقوله يعني، فانتم تعذرونا بالتبرعات. كذلك هي مساجدنا، احنا الان ما حد يدعمنا ترى، لا تصوروا، احنا لا عراقي طينا ولا ايران تطينا ولا لبنان تطينا ولا استراليا تطينا ولا واحد. استراليا تقول لك تشتري مكان انا اوسع وهاي جاليتكم وهالشكل يعني وهاي، يقول لك لا احنا ما نعطيك، انت لا تريد تسوي لنا شهر نعطيك دعم، اما انت تشتري لك مكان روح اشتري ما لنا علاقه بك. اذا مكاننا ما يكفي ونريد ناخذ مكان، احنا خلينا نعتبر هذا برانيه مالتنا. ترى انت اسال نفسك بينك وبين نفسي، هل انا لي علاقه بالمسجد؟ لو لا باكر يصير عندي فاتحه انا استخدم المسجد لو ما استخدم المسجد؟ باكر استشهاد امير المؤمنين اروح للمسجد لو ما اروح للمسجد؟ باكر يصيرون عندي اولاد او عندي اولاد يدرسون بالمسجد لو ما يدرسون بالمسجد؟ لان كل يكون واحد يحطها بباله انه بيقول هل يستحق هذا المسجد انا اعطيه انا 1000 دولار مثلا تبرع؟ يستحق لو ما يستحق مثلا؟ هذا ال 1000 دولار انت اذا اشتريت المكان وملكناه تعتبر انت اعطيت ال 1000 دولار اشتريت لك مكان يبقى امد الامد يعني الى ما دامت الحياه وهو وقف الى الله سبحانه وتعالى. ام انت يعني فائدك كشخص وايضا هو توقف الى اي واحد يستخدمه تحصل فيه الاجر والثواب ان شاء الله. فايضا مره ثانيه اقول يقدر يساهم جزاه الله الف خير، وما يقدر يساهم فللبيت رب يحميه. الله سبحانه وتعالى متكفل بهذا المسجد والحمد لله والله العظيم شفنا اشياء بهذا المسجد بس الله سبحانه وتعالى يدري بها، الامور متيسره جدا. ثقوا بالله هذا المغتسل الاخوان يعني يدفعون بالفلوس دفع حطها بالمغتسل. واحنا نقول كافي ما اريد خلصت يعني.
فأكو خير من الله. بس أنا أقول لا تنحرمون الدعاء، اللي يقدر يشارك خلي يشارك، لأن هذا صدقة جارية إله والأهل إن شاء الله تعالى. هاي بالنسبة للتبرع. لوحة المساهمين، أكو بعض الأخوة يتصلون فينا يقولون شاوين رحمة لوحة المساهمين، ممكن تخلون أسمانة لكل ألف مربع. احنا نعتذر جدا طبعا، تدرون انتم العام الماضي كان الكوفيد، احنا على اساس نشتغل بيها وصارت هاي الكوفيد، والكوفيد وقف الدنيا كلها يعني. هسه من خلص الكوفيد وايد شغلات على روسنا، والله العظيم ما لها حكي، ثقوا بالله العظيم. وهاي يراد لها شويه تصميم يعني، والاسماء تكون بها دقه، فالمكان موجود وطريقه عملها ايضا مخطط لها ومتفق مع الفنان اللي يسويها يعني. جزاه الله خير محمد الاسدي يعني، هو اللي قال انا اشتغلها. بس احنا بس مجرد وقت ان شاء الله تنوضع. ونفس الفكره احنا نتبناها في المكان الاخر ان شاء الله، ايضا المتبرعين للمكان الجديد هم لكل ألف نسوي لنا مربع. هذا المربع قد بعض الاخوه يقول لك هسه شنو هسه هذا رياء، هسه هذا ماكو داعي، وبعض الاخوه لا يقول والله مهم، انا اريد انا اسم ابوي محطوط حتى الوالد يقول رحم الله والدي، هذا واحد من الناس اشتروا هذا المكان. احنا نقول هذا مهم سواء كان لذكر الفاتحه او لا، كانه يعني شاهد تاريخي على من اشترى هذا المكان. باكر سيد حسن طخت عنده بعد 5 سنوات قال هذا مسجد، قول مو مسجد هاي ما مش تحتكر محطوطين على شو اسمه. فخلنا نثبت امورنا احنا بقضيه عمليه وبقضيه حلوه ومرتبه وتنحط، وكلش حلو هذا في شيء وهاي مؤسسات. هذاك مستشفى السرطان الرئيسي هذا الموجود على رويال بريد حاطين اسماء متبرعين، شو المشكله؟ ما بها اي شيء. ففي شيء هذا جزاهم الله الف خير انه جايبين طول من اموالهم من طول يعني قوت عيالهم. وايضا قضيه اخرى اكد عليها قضيه العضويه، طبعا انتم اذا تلاحظون ولا مره طلعنا اذا ما قلنا العضويه مهمه. العضويه يا اخوان هو تثبيت نفسك بالمؤسسه حتى ما يستغل بها اشخاص. هسه انتم يجوز تروحون سيد حسن، باكر سيد حسن يروح يجي واحد غيري مثلا، هذا الواحد مثلا يريد يسوي ما يسوي ما ادري شنو، احنا شلون نروح هذه القضيه؟ 100 دولار بالسنه، اسمي نزلناها من 120 الى 100 دولار، 100 دولار بالسنه. تنطيها للمؤسسة تسجلك أنت عضو رسمي، عندك وصل تستلم وصل أنه أنت دافع اشتراكك. باشا صارت لعبة بالمسجد، خويا احنا أعضاء، أنت هذا الرسيد هذا مالتي وأنا دافع العضوية مالتي، ليش أنتم تقولون هالشكل هذا؟ فأنت حتى تثبت نفسك، حتى تمنع العاملين من يعني الخربطة العمل مو صحيح، أنت تثبت نفسك ب 100 دولار عضوية مرة واحدة بالسنة، مرة واحدة بالسنة. وسامي ذا كنت بس وصولك انه يقول يا بعذروني انا ما قدرت ادفع حسن هاي، اما مشكله ربي مو وقت الدنيا، اما احنا مثلا يقول هذا يعني ونثبت اسمه. بس من تتناساها احنا ما نجي بالبرنامج، اذا صار شيء طارئ لا سامح الله نجي البرنامج بس الدافعين نلقاها بخمسه سته. هو مو صحيح هالشيء. اكو بعض الاخوه يهتمون خصوصا ذول الاخوه الالبانيين يعني الصربيين، الصربيين يجون بالجمعه يعني ذول جزاهم الله خير ما ذكرهم يعني، كل جمعه كل ديسمبر شهر 12 يجيبون فلوسهم ويجون كل واحد 100 دولار. ذاك اليوم انا حطيت مدرقه مال هاي شراء المكان، هم جابوا لي كل واحد 1000 وجه حسبالهم مو لازم يدفعون، حسبالهم اللي يدفعون 1000. قلت له جزاكم الله الخير ترى مو لازم تدفعون هذا تبرع، قال لا احنا بنتبرع للمسجد. هاي بالنسبه للعضويه. وعندنا بس شيء واحد بعد ولا طول عليكم انا اسف جدا او شيئين. عاملين احنا محتاجين يا اخوان، صح منطقه الشعب الاسرائيلي وايد يشتغلون بناس، بس هم مشاريع اخوان يعني احنا يمكن عندنا 90 واحد يشتغلون، بس بعد محتاجين لنا يمكن 10 شباب. عندنا امور شويه ما يفهمها الا الشباب، يعني تحتاج كل تراب تحتاج شروط. فاي شاب يشوف بنفسه يقدر يقدم للدين يتعاجز يعني، هو شغله اسم بالبيت ساعه باليوم نص ساعه باليوم ساعه بين يوم ويوم يقدم بها للاسلام ويقدم بها المذهب. في دوله مثل استراليا فيها اجر جدا عظيم يعني. فاحنا ناكد على الشباب، الشباب سمعوني يا مصلحكم يلا اشتغلوا. فكل الشباب يعني جزاهم الله الف خير يعني يتواصلون ويانا، وعندنا هواي شغل لهم لجميع الاختصاصات، اللي يعرف بالاكسل، اللي يعرف بالوير، اللي يعرف بالسوفت وير، لان كلهم احنا محتاجينهم والله. فاي واحد يجي تخففون من علينا الحمل حتى هو يقدر يشتغل. بس شيء اخر انا ذكرته بالاجتماع السنوي واذكره مره اخرى لان اكو وجوه هنا جديده، اكو هواي اخوه يقولون كافي مساجد كافي حسينيات. احنا نريد مدرسه. المدرسه يا اخوان تدرون الان مشروع مو هين صعب. المدرسه الان يراتها على الاقل على اقل اعتبار 10 ملايين. مو بس 10 ملايين، المشكله مو ب 10 ملايين، المشكله بالمكان ما صار يتوفر. قبل كانت شوي اماكن راح علينا فرص وايد، بس هسه حتى المكان صعب. هذه المساجد والحسينيات سواء كانت هنا او في غير مكان، هي البديل للمدرسه الان. الطفل اذا يظل بس مدرسه اجنبيه وما عنده في المركز اسلامي يتعلم بيدينه يتعلم بقضايا، خسرنا كل شيء احنا.
على الأقل هذا البديل الآن المؤقت على ما سيصير مدرسة. وأكو ناس تشتغل ترى على المدرسة، وأكو متابعات، وأكو شغل قوي، وأكو حتى مخاطبات خارجية من وراء الكواليس، ما حد يدري إن إحنا ما جايب نتيجة بصراحة. والشيء الآخر إنه هو سعر المكان هو عبارة عن 1 إلى 18 من سعر المدرسة، يعني هذا ب600 وذي جاب 10 ملايين. فإحنا خلينا نوفر هذا، خلينا نزيد هسه هذا شوي يصير عندنا مكان مثلا لتواجد الشباب لدراسة الأولاد للأمور الأخرى، يعني أحسن مما إحنا نضغط والله ها نشتري المدرسة ما نشتري أي شيء ثاني. طب هذا هم أي نظرة شوية ضيقة، أنا أقول إحنا اعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا. بعد إحنا كأنه مر ماسي المدرسة لازم نكيف نفسنا على أنه ماكو مدرسة، ولذلك المدرسة هي ممكن هاي الأماكن بعد وحدها يعني تنضم إلى المدرسة. أي واحد عنده سؤال بخصوص المؤسسة، بخصوص الشغل، نقد، شيء ما راضي عليه، شيء ما عاجبه، جزاكم الله ألف خير، أنا قدام وجودكم. أي واحد عنده شيء؟ ما في شيء؟ عظم الله أجورنا وأجوركم والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على